سأتركز في الموضوع الرئيسي المتعلق بالمواجهة الجارية حاليا على مستوى الرأي العام الغربي فيما يتعلق بما يمكن اعتباره عمليات الإزاحة أو الإشاحة أو displacement بالإنجليزية، تحويل الموضوع من موضوع التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني الذي أعادته المقاومة في غزة وأيضا معاناة الناس في غزة إلى مركز النقاش، إلى موضوع متعلق باللاسامية واللغة المستخدمة في وصف الممارسات الإسرائيلية. نجتمع اليوم في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مع نخبة من الطلبة والباحثين العرب في الجامعات الغربية لعرض أطروحاتهم وعرض المشاريع البحثية التي يعملون عليها، ونحن نسعى كمركز أبحاث لرفض هذه المشاريع البحثية بالمعرفة العربية والمعرفة المنتجة عربيا. عرضت أنا في هذا المؤتمر ملخص لثلاثة فصول من أطروحتي عن طريق المناقشة هنا في هذا المؤتمر، تتوسع الأفكار وتنتج الحلول وتتطور الرؤى. استفدت كثير من الملاحظات اللي أخذتها من الدكتور المناقش والطلبة الحاضرين برؤى مختلفة للبحث، مفيدة جدا، منيرة للشخص الباحث. نحن كباحثين عرب في الجامعات الأجنبية دورنا متعدد الأبعاد. أولا عندنا دور أنه ننقل لتلامذتنا بالتعليم، من خلال التعليم ننقل لهم وجهة نظر قد تكون مغيبة عنهم بتعليمهم. كمان نحن ممكن يكون لنا رأي تأثير بالرأي العام الغربي. طلاب الدراسات العليا بالتحديد طلاب الدكتوراه بالتحديد توجهات تكون متأثرة بالسوبرفايزر المشرف المحيط، فبالتالي ممكن أن يكون هناك اختلاف في التوجهات، لكن هذا لا أعتقد أن له علاقة مباشرة بالجامعة، لا علاقة بالأستاذ وله علاقة بالميول الطالب ويعني الأسئلة البحثية الخاصة به، حمومه، وله علاقة أيضا بالسوق. هذا كطلاب ماجستير احنا اليوم موجودين هون كمان بعطينا هيك بوسع من افاقنا كمان بان احنا انه نشوف وين في سبيسز، كيف احنا كمان ممكن تخدم حتى الشغل اللي عم نشتغله اليوم على الثيسس تبعتنا حتى ضمن المعهد وعلى كل دراستنا كمان في معهد الدوحه. هي فرصه للتعرف على الطلبه في كاول شيء طبعا، وفي نفس الوقت التعرف يعني على بحوثهم يعني والترندز يعني في المجال البحثي.